في كل مرة يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحيدا أو شبه وحيد أمام رؤساء العالم مذكرا بالانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. وفي هذه المرة يستنكر أردوغان في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي سماح الأمم المتحدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة من على منصة الجمعية العامة لها، متسائلا عن كون المنصة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون خطاباتهم على حد وصفه. تركيا التي ما برحت تندد بالانقلاب في معظم المحافل الدولية والمحلية التي تشارك بها، ساءت علاقاتها إثر ذلك بشكل كبير مع السلطات المصرية والمحور المؤيد لانقلابها. فمنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو عام 2013 وعلاقة البلدين منقطعة تقريبا، حيث لا سفيرة مصرية في أنقرة ولا سفيرة تركية في القاهرة. وفي خضم المواقف العربية والدولية المتباينة من الحكم الحالي لمصر، كان الموقف التركي الأكثر حسما بالإضافة إلى نظيره القطري، لكن مخاوف بدت من تغير قد يطرأ على موقف الدوحة، سيما في ظل ضغوطات خليجية وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تليين قطر للقبول بالانقلاب، وبالتالي القبول بكل ما أنتجه. ومصر كما تعلمون من جهتها تواصل السلطات المصرية استنكاراتها لتصريحات أردوغان، قائلة إنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير. ويتوحد الموقف المصري أو يتشابه أحيانا في رد كل الدعوات التي تحث على المضي قدما بمصالحة داخلية، أو حتى الدعوات لتحسين صورة حقوق الإنسان لديها، إلا أنه وبالرغم من ذلك يلتقي رئيس الدولة الديمقراطية الكبرى في العالم بالرئيس المصري بعد الانقلاب في مفارقة حقيقية بين الرؤية الأمريكية للديمقراطية وموافقتها للانقلاب. حمد بشر، اليرموك.